معانا على الهاتف كابتن الكبير كابتن طارق يحيى المدير الفني الاسبق لنادي الزمالك. كابتن طارق بصبح عليك وبهنيك كمان على فوز الزمالك النهارده. صباح الفل يا كيمو، الله يخليك، مبروك للزمالك، مبروك لمجلس ادارته، مبروك للعيبه، للجهاز الفني، لكل الجماهير نادي الزمالك العريضه، وربنا يوفق دايما كده ان شاء الله باذن الله. الربع ساعه الاولى كانت صعبه جدا على الزمالك. الشوط الاول كله الشوط الاول أبتكلم على الخطفة بتاعت الهدفين كمان. ما هو حتى الخطفة بتاعت الهدفين دي يعني طبعا هو يحسب ان الحمد لله ان احنا نهينا الشوط الاول 2-1 2-0 كان يبقى صعب العودة. لكن 2-1 دي قربت الامور شوية بشكل كبير. مفيش شك طبعا البداية ما كانتش حلوة خالص. كان في بعض القصور في التشكيل مهم جدا ان أسامة رجع عن وجهه نظره وغير بسرعه بين الشوطين، لان لو كان استمر الفريق بنفس اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب كان هتبقى في مشاكل فنيه كتيره جدا، وزي يمكن شفناه الشوط الاول من نص الملعب هربان منا خالص. اوباما مع رؤى صعب جدا، حتى لو زيزو لعب برده جنب رؤى صعب جدا. طارق حامد مؤثر بشكل كبير. انت لسه بتكلم في النقطه دي يا كابتن طارق، ان طارق حامد اللاعب اللي مبوظ اي حاجه فنيه ممكن تتعمل في الملعب، يعني كل ما انت كمدرب تفكر في حاجه وطارق حامد مش موجود كل حاجه هتبوظ. طبعا طبعا بالتاكيد، فانا بقول لك ان انت كنص ملعب النهارده، لا يعني ما انا اسف، طبعا نص الملعب بتاعك كان ضايع تماما. رؤى جاي من فتره طويله جدا ما بيلعبش، ياخد على فتراته صغيره جدا. اما تحط جنبه اوباما او زيزو لا هيبقى في قصور شديد جدا. كان المفروض على الاقل يبقى امام عاشور موجود في الملعب، احد اهم اللعيبه وافضلهم في مباراه الرجاء. صح، الوداد. سوري عفوا، الوداد. صحيح. ف ما اعرفش طبعا ايه السبب ان اسامه عمل كده، لكنه يحسب له ان هو رجع بين الشوطين. والامور ظبطت بشكل كبير، يعني انت حصل نوع من التوازن الكبير جدا ما بين نص الملعب وما بين الناحيه الهجوميه بنزول اثنين لعيبه غيروا من الشكل، حازم امام وامام عاشور، دول تغييرين كانوا مهمين جدا في تيم الزمالك. وبعد كده بقى توالت التغييرات في ظل عدم وجود طارق حامد يا كريم. انا شايف ان صعب الزمالك يلعب 4-2-3-1. اتفضل يا فندم. لا قول تاني يا كابتن طارق، معلش ما سمعتش دي، قولها تاني من فضلك. في ظل غياب طارق حامد من الصعب انك تلعب 4-2-3-1. صحيح، لابد انك انت تغير طريقه اللعب. هتقول لي اصل ما لا وطريقه، لا مفيش كده في الدنيا. انت في المباراه الواحده معرض انك تلعب بثلاث طرق. ممكن تلعب باربعه 4-2-3-1 لما بتبقى كسبان قوي كتير، ممكن تستمر، ممكن تعملها 4-3-3. لو انت لا قدر الله خسران ممكن تعدلها 4-4-2 3-4-3. انت فاهم قصدي؟ فهي قصه بقى، اصل ايه في حجه ايه يقول لك اصل لا ما ينفعش، لا ينفع. ليه؟ لان انت عندك لعيبه تعمل هذا الكلام. يعني على سبيل المثال نتكلم فني، بتتكلم من الناحيه الفنيه لو طارق حامد مش موجود صعب تلعب باي اثنين ارتكاز. صحيح. في الزمالك انا بقول لك بامانه. اتفق معاك جدا. فتلعب بمين؟ ممكن تلعب بواحد رقم 6 واثنين 8 في نص الملعب. من الاخر. صح. الاثنين الثمانيه دول ممكن تلاقي اوباما، ممكن تلاقي زيزو وامام عاشور يبقى رقم 6. فاهم؟ ممكن رؤى. ممكن تلاقي اسلام جابر. مثلا ممكن تلاقي رؤى زي ما بتقول، يعني لابد انك انت تغير من طريقه اللعب، لانك انت عندك لعيب رمانه ميزان وهام مهم جدا جدا مش موجود. فما مش عايزين نحمل اللعيبه فوق طاقتها ونسيب نص الملعب للمنافس. النهارده لو لا قدر الله اسامه نبيه استمر في الطريقه في طريقه اللعب او في اللعيبه اللي كانت موجوده كنا هندفع الثمن غالي جدا، لكن هو قرا الجيم بسرعه ودي حاجه تحسب له، وغير بسرعه بين الشوطين، لان كلنا طالبنا بان لازم يكون موجود حازم امام ولازم يكون موجود على الاقل امام عاشور. طيب عايز اسالك بقى، ليه حمزه المثلوسي مستواه بالبعد ده؟ ايه اللي حصل؟ انت بتتكلم مش عارف. في ظهير ايمن المنتخب التونسي. هقول يعني مش مدافع قليل يعني. انا معاك. بص بص،
بعض الاحيان اللعيب بيبقى عنده حاله نفسيه سيئه جدا جراء الهجوم الشديد عليه من المواقع. طبعا بتوصل له كل حاجه، ما تقوليش ما بتوصلوش طبعا، في السوشيال ميديا، في يعني طبعا في ثلاث اربع لعيبه كده دايسين عليهم جامد جدا، وده يمكن بقى انا من خلال برنامجك قريب بقول لهم هم دول اللعيبه اللي هيكملوا معانا الموسم يا جماعه، مش عايزين نكسر في مجاديفهم، عايزين حتى لو لعب وحش يا جماعه. المسلوسي ده لعيب زي ما انت قلت، لا صفاقس التونسي سابقا، منتخب تونس سابقا او حاليا، راجل من الباكين من الباكات المميزين في افريقيا ومصر، في افريقيا وتونس، ودائما وابدا بيعولوا عليه في منتخب تونس بشكل كبير. انا النهارده انا راجل مغترب، فلما بلاقي هجوم شديد عليا كده بالقصه دي يا كريم بيجيلي نوع من انواع الاحباط، عدم الثقه، بتهتز ثقتي بنفسي، فبالتالي بيظهر هذا المظهر للمسلوس. لكنه لعيب يبقى ان هو لعيب خبره ولعيب كبير ولعيب كويس. معرفش طبعا وجهه نظري ممكن تكون صح ولا غلط، التاثيرات الخارجيه اللي حوالين المسلوسي وغير المسلوسي، يا راجل ده بن شرقي بموضوع التجديد ده عامل له مشكله فاهمني؟ فمستوى بن شرقي اللي احنا كنا بنقول بن شرقي ونحط عليه التيم، فاكر؟ صح. ايه اللي حصل؟ فالنهارده ايه اللي حصل؟ نفس الكلام، نفس الكلام، هو مشغول بالتجديد، في نفس الوقت مش قادر يقرر ايه النظام هيبقى عامل ازاي بالنسبه له، في نفس الوقت الثاني في هجوم بعد ما كان بن قلبي هو ده محبوب جماهير الزمالك، اصبح جمهور الزمالك بعضهم دلوقتي بيقول له لا وما ينفعش، فطبعا بيوصلوا صحيح، وبالتالي ده بياخد من تركيزه صحيح. بالاضافه تحديد المستقبل ده كريم مش هين بالنسبه لاعب كره القدم طبعا. النهارده انا النهارده هروح العب فين؟ هلعب في السعوديه، هلعب في الامارات، هكمل في الزمالك، طب اعمل ايه؟ محتار، يقعد يتكلم مع ده، فبياخد من تفكيره وتركيزه. طب الكلام ده ينطبق على محمد ابو جبل؟ لا بص، ابو جبل مختلف. ابو جبل وصل لمرحله من التوهج لاخر مراحلها. طبيعي لما بتروح برامج بقى وده يسلم عليك وده مش عارف ايه وده يعزمك وده مش وده يتكلم عنك كويس، وكريم رمزي طياتك في البرامج بتاعه، وسيف زاهر وده، والدنيا هوب هوب والدنيا تتشقلب. ما هو ده يعني، ما هو غصب عنه، ده انا بني ادمين غصب عنه اكيد هيجي له نوع من انواع الاشباع، وبالتالي تركيزه هيقل غصب عنه. احنا لما اي فريق او اي لاعب بيوصل لمرحله من المراحل التفوق الى اخر مراحلها، الكيرف لازم هينزل بعديها على طول لازم، لان احنا ساعدنا في كده يعني. احنا كاعلاميين او كاعلام مصري ساعد في هذا الكلام فاهمني؟ يعني طيب. ساعد في هذا الكلام ليه؟ طيب. لانه يعني زي ما انت شفت الحفله اللي اتعملت قبل كده خارج من تركيزه، وبالتالي وموضوع التجديد طبعا مليون في المية اثر عليه، والكلام اللي بيتقال ان هو توقع للنصر فجمهور الزمالك زعلان منه، فكل ده مأثر عليه بالتاكيد يعني. طيب. احنا بشر. طيب عايز اسالك على نقطه فنيه يا كابتن طارق، شيكابالا امكانيات عظيمه وامكانيات تاريخيه، واحد من امهر اللاعبين اللي جم في تاريخ الكره المصريه تقريبا، دلوقتي تبدا بيه قدام منافس بيعرف يعني يفرد لعبه على طول الملعب ويهاجم بشكل كويس ويدافع بشكل كويس، ولا تنهي بيه المباراه والفرقه اللي قدامك بدنيا بتقل وتاخد اقصى حاجه من شيكابالا؟ انا بقول أنا على المباراه دي وعلى مباراه الوداد كمان اللي فاتت. بالظبط بالظبط. اكبر خطا ان انت تبدا بشيكابالا في الوقت ده مع فرق المفروض انها فرق قويه وفرق مش نكاتب بشيكابالا، السن يا كريم طبيعي لا، وبالعكس ده انت لو نزلته في الدقائق يعني في الربع ساعه الاخيره والثلث ساعه الاخيره والنص ساعه الاخيره انت هتاخد اقصى حاجه من شيكابالا وتستفيد منه. واحنا جربنا الكلام ده في مباريات كتيره، لما شيكابالا كان بيبقى قاعد احتياطي وينزل كان بيبقى متوهج وبيفرق مع تيم الزمالك. صحيح. وانا بقى كده بحرقه. صحيح. فعلى الاقل لازم شيكابالا تحتفظ بيه، عامل السن مهم جدا. صحيح. تحتفظ بيه وتدفعه في اوقات تنجح شيكابالا وتنجح الفرقه بتاعتك. مظبوط. صحيح. صحيح. الكابتن الكبير كابتن طارق يحيى المدير الفني الاسبق لنادي الزمالك، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.